بسم الله الرحمن الرحيم. حين يمعن النظام في اضطهاده للمواطنين ويعتقل شبابهم وينكل بهم ويعذب رجالهم وأيضا يسبي نساءهم ويعتقل الحرات المؤمنات الناشطات، فمن الطبيعي أن يكون لدى هؤلاء الرغبة في كسر إرادة هذا الاستبداد وهذا الطغيان. ولذلك فحين انتشر خبر هروب عدد من السجناء إلى خارج السجن وأيضا ربما خارج البحرين، أدرك الكثيرون أن ما يجري في سجون البحرين لا يحتمله أحد، وأن التعذيب والطوامير التي يعتقل فيها المضطهدون المظلومون من البحرانيين الأصليين إنما هي أسباب تدفع الكثيرين للخروج من تلك الطوامير بأي صورة. وقد سبق لعدد من السجناء أن هربوا بأنفسهم وبأرواحهم من طغيان الخليفيين وإجرامهم. وحتى في التسعينات حدثت حوادث عديدة هرب فيها السجناء واستطاعوا التغلب على سجانيهم وكسر شوكة الجلادين وأيضا تمريغ أنوف الخليفيين. شعب البحرين أقوى من أن يحاصر بالسجن، شعب البحرين أقوى من أن تحتويه طوامير التعذيب، شعب البحرين أشد عودا وأكثر بأسا من الجلادين ومن المرتزقة الذين يستخدمون من شتى البلدان وأصقاع العالم لكي يضطهدوا المواطنين. ليس هناك نظام في العالم يضطهد مواطنيه كما يفعل الخليفيون. المواطنون البحرانيون الأصليون من الشيعة والسنة مضطهدون بشكل لا يحتمل وغير معقول وغير مسبوق، والمضطهد والظالم والجائر واحد، هو الخليفي. هذا الخليفي الذي يريد أن يعتقل المواطنين إما في السجون الصغيرة وطوامير التعذيب أو في السجن الكبير الذي هو الوطن المحتل من قبل القوات التي استخدمها الخليفيون. ولذلك فإن التمرد على هذه السجون وعلى هذه الطوامير أصبح حالة شائعة ولن يستطيع الخليفيون وقفها، لأنها تعبر عن امتعاض وتعبر عن ثورة وتعبر عن تمرد شعبي داخل السجون وخارجها. وقد أصبحت السجون مدرسة أيضا، فكلما خف الحراك في الشارع بسبب الاضطهاد وبسبب الاعتقال انطلقت الثورة من داخل السجون، فالسجون أصبحت مدارس للثوار وأيضا أصبحت عنوانا لانتصار هذا الشعب. سينتصر الشعب، سيتحرر السجناء، سيعتقل ويحاكم ويعاقب الجلادون والمعذبون وأيضا هؤلاء الطغاة الجاثمون على صدور الناس، والحمد لله رب العالمين.